مساء الخير. تجدد إسرائيل غاراتها على مواقع الميليشيات الإيرانية دافعة عجلة الصراع مع إيران إلى زاوية مغلقة مرة أخرى عقب حديث جرى عن تبدل الأدوار. فواشنطن في مواجهة المد الإيراني بدلا من إسرائيل، وتلك إجراءات لا يمكن التأكد منها، حيث أن الصراع القائم يفتقر إلى المقدمات والفرضيات الصحيحة ويتجه نحو مصالح متباينة وتحركات متناقضة. فمع زيادة الضغط الإسرائيلي والأمريكي يزداد التوسع والتمدد الإيراني. فهل ستأخذ المعركة شكلا جديدا؟ أم أن حساب الحقل لن ينطبق على حساب البيدر؟ وما يقرأ في وسائل الإعلام ليس بالضرورة أن يعكس الحقيقة كما هي عليها. أما في المحور الثاني لحلقة اليوم، فسوف نتابع تحركات قوات سوريا الديمقراطية ومساعيها في إعادة إنتاج واجهتها المدنية الإدارة الذاتية، وذلك من خلال تقديمها إلى المجتمع الدولي على أنها تجربة ديمقراطية وإدارية ناجحة، وذلك عبر البوابة الأوروبية ومن فرنسا بالتحديد. حطت رحال وفد من الإدارة، التقى الرئيس ماكرون وحصل على تأكيدات وتطمينات بمواصلة الدعم، إلا أن خطوة الاعتراف ربما تظل عصية عندما تكون غاية المجتمع الدولي إبقاء قسد بيدقا لخلط مزيد من الأوراق على الرقعة السورية التي ضاق أفقها وكثر لاعبوها. مرحبا بكم. تعرضت عدة مواقع عسكرية لقوات الأسد وميليشيات إيران بعد منتصف الليل، تعرضت لضربات جوية يعتقد أنها إسرائيلية طالت منطقة سفيرة بريف حلب بالقرب من معامل الدفاع، خلفت انفجارات عنيفة رصدت من مناطق بعيدة، إذ تعتبر هذه الغارات الأولى منذ تسلم نفتالي بنت الحكومة الإسرائيلية خلفا لبنيامين نتنياهو. تستأنف إسرائيل غارتها على مواقع استراتيجية تابعة لقوات نظام الأسد وميليشيات إيران في سوريا. إنها إحدى أهم القواعد الإيرانية في حلب شمال سوريا، هنا سفيرة التي تحتضن معامل الدفاع والبحوث العلمية ومستودعات وأماكن أخرى ينتج فيها الحرس الثوري الإيراني أنواعا متعددة من السلاح يكدسها ويرسلها إلى قواته وقت الحاجة. العدوان الإسرائيلي الجديد المتجدد كما يصفه إعلام نظام الأسد استهدف نقاطا عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، مخلفا انفجارات عنيفة ودمارا في مخازن الأسلحة وأضرارا مادية لم يفصح عنها نظام الأسد، بل وكما جرت العادة يخفي إعلام النظام حقيقة المكان المستهدف وحجم الخسائر والجهة المسيطرة على تلك الأماكن، مشيدا بدور دفاعاته الجوية بالتصدي إلى بعض الصواريخ التي زعم أنه أسقط بعضا منها. القصف الأول بعد رحيل حكومة نتنياهو، وإن لم تعلن عنه الحكومة الجديدة بشكل رسمي إلا أنها لم تخفي منذ تسلمها السلطة نهجها وسياستها في تقويض نفوذ إيران ونشاطها التوسعي في المنطقة. وبطريقة أوضح وكما جاء على لسان نافتالي بنيت، لها حرية التصرف الكاملة مع بؤر إيران الإرهابية في سوريا. إذن غارة أولى تفتح فيها إسرائيل عداد أهداف جديد لها في مواجهة إيران. إيران التي أطلقت مؤخرا يد ميليشياتها للرد على الهجمات الأمريكية التي تستهدف قواعدها على الحدود السورية العراقية، هل تنجح هذه المرة في سن سياسة إرباك للتعامل مع الهجمات الإسرائيلية؟ نناقش هذا الموضوع مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية أنس أبو عرقوب، وهو معنا عبر الهاتف من رام الله، وأيضا ينضم إلينا المحلل العسكري والاستراتيجي العقيد فايز الأسمر، وهو معنا من غازي عنتاب. أهلا ومرحبا بكما. سأبدأ معك عقيد فايز الأسمر، بداية كيف تنظر إلى القصف الذي طال
السفيرة وما أهمية السفيرة بالنسبة للنظام وإيران؟ نريد الحديث بداية عن هذا الأمر. مساء الخير أخي وسيم، وكل عام وأنتم بخير مشاهدينا وقناة. حقيقة أخي وسيم، ليست هي الضربة الأولى ولن تكون الأخيرة على الجغرافيا السورية. فقد استباحت إسرائيل في ظل نظام الأسد، حكم نظام الأسد المجرم، السماء السورية، وهي منذ سنوات شنت خلينا نقول مئات الغارات على الأراضي السورية. ومن خلال المتابعة الميدانية في الأماكن التي تطالها تلك الغارات، لاحظنا أنها تطال شمال البلاد وصولا إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. إذن السماء السورية مستباحة، والأهداف الإيرانية ومعاقل النظام على تلك الأراضي أيضا مستباحة. من خلال حقيقة متابعة صغيرة بالنظر إلى عمق الضربات أو عمق المهام للطائرات الإسرائيلية والمدة التي تتخذها تلك الغارات حقيقة وتنوع جغرافيا التنفيذ، نستطيع أن نقول أن إسرائيل تنفذ غاراتها بأريحية تامة في الأجواء السورية، وهي تعي وتدرك تماما نظام الدفاع الجوي المتهالك من الجيل الثاني والجيل الثالث الروسي المسلم للنظام، إن كان منظومات باتشورا أو فولغا أو الإس-200. وتعي إسرائيل أيضا وتدرك تماما أنه لا إمكانية للأسد في استخدام منظومات الإس-300 وعليها خط أحمر من قبل الروس. لا بل وأزيدك علما، هناك تنسيق قبل كل غارة جوية ما بين غرفة حميميم وما بين القيادة العسكرية من أجل فتح الكوريدورات الجوية للطيران المغير الإسرائيلي وعدم حدوث تصادم ما بينه إذا كان الطيران الروسي يقوم بمهمات. إذن هناك تنسيق ولو قبل دقائق صغيرة أو قليلة عفوا. فإذا هناك التنسيق ما بين العدو الإسرائيلي وما بين الروس. هناك أيضا أخي وسيم قصف لسفيرة. السفيرة هي في منطقة جنوبي شرقي حلب، وهي تتوضع فيها معامل الدفاع، إن كان معامل القذيفة، القذائف المدفعية أو تطوير الصواريخ. واتخذت منها إيران قواعد لأيضا الطيران المسير، الطيران المسير إن كان في هذه القاعدة أو في مطار كويرس. إذن إسرائيل تعي تماما ما يجري على الأراضي السورية، إن كان بواسطة العملاء الذين يتبعون لها وهم من ضمن جيش الأسد، في أي تغيرات ميدانية على الأراضي السورية أو أي شحنة أسلحة تصل إلى الأراضي السورية، إن كان من إيران عبر العراق وصولا إلى سوريا. ولن تسمح إسرائيل حقيقة في أن تجعل الجغرافيا السورية هي جغرافيا عبور للأسلحة الإيرانية إلى حزب الله. إذن الجغرافيا السورية موضوعة حقيقة، إن كان بالأجهزة الإلكترونية أو الأجهزة الفضائية أو بالعملاء المحليين، تحت المراقبة الإسرائيلية وبدقة. نعم سيد أنس أبو عرقوب، كيف تقرأ القصف الإسرائيلي الأول في عهد حكومة نفتالي بينيت على مواقع الميليشيات التابعة لإيران في السفيرة تحديدا؟ سيد أنس أبو عرقوب، هل تسمعني؟ يبدو أننا نواجه مشكلة في الاتصال مع المحلل الخبير في الشؤون الإسرائيلية أنس أبو عرقوب. سأعود إليك يعني عقيد فايز الأسمر، برأيك يعني ما هي الرسائل المزدوجة التي تريد إسرائيل إيصالها إلى نظام الأسد وإيران من خلال هذا القصف؟ أخي وسيم، الرسائل معروفة. نتنياهو قبل رئيس الوزراء هذا ذهب عدة مرات إلى روسيا وقال 3 لاءات أمام روسيا في الضربات الجوية الإسرائيلية للجغرافيا السورية.
أولا لن نسمح لتمركزات إيرانية على الأراضي السورية لها أو للحرس الثوري أو للميليشيات الولائية. الثاني لا لاستخدام الأراضي السورية كجغرافيا عبور للصواريخ والأسلحة الدقيقة باتجاه حزب الله اللبناني. الأمر الثالث لا لتطوير أي أسلحة تدمير شامل أو أسلحة صواريخ دقيقة بعيدة المدى أو حتى أسلحة كيماوية، وسنتصرف دون الأخذ الإذن من أحد. إذن هذا قاله نتنياهو أمام بوتين في كل زياراته، وبناء على هذه القواعد واللاءات الثلاث تتصرف إسرائيل في مطاردة أهدافها، وكما قلت لك تضع الجغرافيا السورية على المجهر الدقيق، وتضع كما تضع واشنطن الحدود السورية العراقية على المجهر الدقيق. ولاحظنا ضربات خلال الشهر الماضي على الحدود السورية وعلى معبري البوكمال والقائم العراقيتين. إذن الجغرافيا السورية على صفيح ساخن بسبب وجود الميليشيات الإيرانية. ولكن خليني أقول لك كمان أخي وسيم ونزيد بالشرح، من الذي جعل إيران تتمدد على الأراضي السورية طيلة 10 سنوات وبوجود أو تحت أنظار خلينا نقول إسرائيل وإيران؟ هي منذ أن تدخلت في الثورة السورية، لاحظ أن التحالف عندما شكل في عام 2014 تواجدت الأمريكان في شرق الفرات، وكان بوقتها النفوذ الإيراني حوالي منطقة السيدة زينب. كانت الثورة السورية مسيطرة على 80% أو 70% خلينا نقول بالضبط من الأراضي السورية. ولكن بالوجود الأمريكي للأسف في عام 2014 تمددت إيران تحت أنظار تركيا إلى كافة المحافظات السورية، إلى البادية السورية، إلى الحدود العراقية السورية، إلى حدود الجولان، إلى الحدود اللبنانية أمام ناظري إسرائيل وإيران. والآن بهذه الضربات المتباعدة والنقطية يريدون أن يخرجوا إيران بعد أن تغلغلت منذ 10 سنوات في كافة الجغرافيا السورية. وهذا ما أريد أسأله يعني تكتيكيا نعم، وهذا ما أريد أن أسأله عقيد فايز الأسمر، يعني إلى أي مدى حققت إسرائيل أهدافها من ضرب الميليشيات التابعة لإيران على الأراضي السورية؟ الميليشيات الإيرانية ألم تنتشر يعني بأريحية على الأراضي السورية رغم القصف الإسرائيلي المتواصل والمتكرر والمستمر على أهدافها؟ 10 سنوات هذه الغارات إذا لم تكن بالجهد الأعظم عسكريا بالجهد الأعظم وطيلة أيام متلاحقة وبمئات الغارات لن تخرج إيران ولن تأثر هذه الضربات لا الأمريكية ولا الإسرائيلية إلا كطريقة استنزاف لا غير. كل 10 أيام بنفذولهم غارة نقطية على موقع، بعد يوم بغير مواقعهم أو الحدود السورية كلها معابر غير شرعية لوصول الأسلحة وقدوم الميليشيات وتقوية نفسها ثانية. إذن لا حل إلا بهجوم أو خلينا نقول غارات بالجهد الأعظم للطيران الإسرائيلي والطيران الأمريكي على كافة الأهداف الإيرانية ومراكز ثقلها، لتستطيع تلك الغارات زحزحة إيران وإخافة إيران في هذه المناطق. أما الغارات النقطية المتباعدة في الزمان والمكان فهذا بتصوري لن يؤثر ميدانيا على القوة الإيرانية المتواجدة على الجغرافيا السورية. نعم سيد أنس أبو عرقوب، إن كنت تسمعني الآن كنت قد سألتك يعني عن قراءتك للقصف الإسرائيلي الأول في عهد حكومة نفتالي بينيت على مواقع الميليشيات التابعة لإيران في الأراضي السورية. بخصوص عملية القصف والأهداف التي تتعرض للقصف الجزئي، هي استراتيجية ضمن النظرية
القتالية والعسكرية الإسرائيلية. تقوم أولا التواجد الإيراني بحد ذاته لا يشكل خطرا على إسرائيل، ولا ترى فيه إسرائيل خطرا، بالعكس عندما تدفق آلاف الإرهابيين الإيرانيين إلى الأراضي السورية خلال مطلع الثورة كانت تغض البصر عنهم. الخط الأحمر الذي لا تسمح إسرائيل بأن يصل إليه التواجد الإيراني هو إقامة مصانع ومستودعات للذخائر قد تقع بأيدي أشخاص لديهم عداء فعلي مع الاحتلال الإسرائيلي. الوجود البشري والصواريخ التي يعني تستخدم لذبح المدنيين، الصواريخ المتوسطة البعد التي تحمل فرديا أو الرشاشات، هذا يعني أمر لا يشكل خطرا على إسرائيل، لذلك إسرائيل لا تستهدف الوجود الإيراني كغطاء بشري عسكري إرهابي يقمع المواطنين السوريين ويثبت أركان النظام. لديها مشكلة مع نوع محدد من الصواريخ، هي الصواريخ الدقيقة وبعيدة المدى، واستخدام الأراضي السورية مستودعات لتنظيم حزب الله اللبناني. هذه هي العقيدة العسكرية الإسرائيلية واضحة، لا تستهدف الوجود الإيراني بتاتا، بالعكس تغاضت عن هذا الوجود، وكان يتدفق عشرات الآلاف من الإرهابيين الذين تجذبهم إيران سواء من أفغانستان أو من إيران أو من أي مناطق يعني مذهبية أخرى لكي تنفذ المجازر ضد التكتلات الخزان البشري السني داخل سوريا. وكانت يعني التدفق الأسلحة يمر تحت سمع وبصرها. الآن إيران وهذه الجموع الإرهابية والإجرامية أنهت الدور المناط بها، أي أن النظام لن يعد مهددا من جانب الأغلبية السنية التي تريد الانعتاق من نظام طائفي. إسرائيل دائما ترغب وتريد تكريس أركان الأنظمة الطائفية التي يعني تتحالف سرا معها ضد غالبية السكان، وفي هذه الحالة هي ضد الغالبية السنية تحديدا في سوريا. وليس لديها مشكلة أن تأتي إيران وأن تشهر وأن تنشر مذهبها وأن تنشر القتلة لينفذوا مجازر بحق الشعب السوري، هذا واستخدام أسلحة متوسطة، ولكن قد في حال تم تخزين أسلحة بعيدة المدى وفتاكة من شأنها أن تضرب التجمعات الاستيطانية في الجولان السوري المحتل أو داخل الأراضي التي يعني احتلتها إسرائيل عام 48، فإن المعادلة تختلف. هي لا تخشى من إيران أن تستخدم هذه الأسلحة، هذه الأسلحة مكدسة داخل لبنان وتستخدم يعني لكي تفرض إيران كلمتها على الشعب. هذا الأمر يعني سيد أنس أبو عرقوب، نعم سيد أنس أبو عرقوب، هذا الأمر ينطبق أيضا على الحكومة الجديدة، حكومة نفتالي بينيت، الذي قال أن لإسرائيل حرية التصرف الكاملة مع بؤر إيران الإرهابية في سوريا. يعني هل سيمتد القصف ليشمل مساحات أوسع وتركيزا أكبر، أم أنه كما تحدثت يعني إسرائيل لها أهداف معينة وسوف تنفذها؟ كل مكان يتواجد فيه تصنيع لأسلحة دقيقة أو صواريخ بعيدة المدى ستقصفها إسرائيل متى وصلت إليها المعلومات والإهدافيات، ليس خوفا فقط من أن تستخدمها إيران ضد إسرائيل، وإنما أيضا من أن تقع بأيدي تنظيمات يعني مثل داعش أو جبهة النصرة أو أي تنظيم آخر يعني مستعد لاستهداف إسرائيل بشكل فعلي. سوريا بالنسبة لإسرائيل
كتاب مفتوح من الناحية الاستخبارية. هذه الميليشيات مخترقة حتى النخاع لإسرائيل، وأيضا النظام هناك ضباط كبار يعني يعملون لصالح المخابرات الإسرائيلية، وهناك ضابط كما هو معروف في إسرائيل يعني كان يكاد أن تجرى يعني ملاحقته بسبب الجرائم التي ارتكبها في الرقة، ولكن الموساد تدخل لدى المخابرات الفرنسية وأفرج عنه. هذه حالة معروفة. وأيضا دعنا يعني النظام ليس غبيا، وهذه وما تقوم به إسرائيل أيضا يمثل خدمة مجانية للنظام. النظام الآن يرى في الوجود الإيراني في هذا الزخم تهديدا لمصالحه، فليس يعني فلا يضير إذا قامت إسرائيل بلبغه هنا وهناك حتى لا يقيم مثل هذه المصانع والمستودعات على أراضيه. نعم عقيد فايز الأسمر، هناك مواجهات عسكرية مختلفة بين واشنطن والميليشيات التابعة لإيران في سوريا والعراق، واليوم إسرائيل تعود لقصف مواقع هذه الميليشيات في سوريا. إلى أين يتجه المشهد ما بين واشنطن وإسرائيل؟ يعني أنا أتفق مع كل ما قاله الأستاذ من رام الله يعني حقيقة تحليل موفق يعني حقيقة، وأتفق معه 100%. وأنا قلت لك بالبداية أنه لولا واشنطن وإسرائيل ما تمددت إيران في سوريا والعراق. لاحظ أنه في 2003 ما كان في إيراني في العراق، ما كان في إيراني يستطيع أن يجلد نفسه ولا حسينية في العراق. بالدخول الأمريكي في 2003 تمددت إيران تحت أنظار أمريكا وسيطرت على المفاصل السياسية والعسكرية وشكلت الحشد الشعبي الشيعي وعشرات الميليشيات الإيرانية تحت أنظار أمريكا وإسرائيل، لأنه يوم تقول أمريكا أي إسرائيل. وأيضا كما قلت لك في عندما تدخلت في 2014 وأنشأت التحالف في شرقي الفرات كانت إيران منطوية في الست زينب وما حولها. عندما تدخلت أمريكا تمددت إيران وتغولت في الأراضي السورية تحت أنظار إسرائيل وأنظار أمريكا. طبعا الهدف مثل ما صار بالعراق سيطرة الميليشيات الشيعية وجعل الأغلبية السنية حقيقة منكسرة، لأن الأغلبية السنية تخشى منها إسرائيل وأمريكا من منظمات الجهادية. أما لا يوجد لدى المنظمات أو الحشد الشعبي منظمات جهادية تخشى منها لا إسرائيل ولا إيران. أتصور أنه لعبة القط والفأر، لو أرادت حقا هي أنا عم قول على التلفزيون خلال 10 أيام تخرج إيران من سوريا، ولكن بالجهد الأعظم للطيران كما أسقطوا بغداد خلال شهر بالضربات الجوية، وبعدين دخلوا على وأسقطوا نظام صدام حسين، قادرين ب10 أيام أن يخرجوا إيران ويسقطوا نظام الأسد. ولكن للأسف نحن الأضحوكة ونقول اليوم انضربت المركز الفلاني في إيران أمريكا وبنصفق لها، واليوم إسرائيل ضربت المركز الفلاني وبنصفق لها. للأسف التمدد الإيراني أخي وسام تم تحت أنظار ورعاية يمكن خلينا نقول الأمريكان والإسرائيليين. نعم أشكرك جزيل الشكر المحلل العسكري والاستراتيجي العقيد فايز الأسمر، كنت معنا من غازي عنتاب، وجزيل الشكر أيضا للخبير في الشؤون الإسرائيلية أنس أبو عرقوب كان معنا من رام الله. مشاهدينا فاصل قصير ونعود من بعده لمتابعة المحور الثاني لسوريا اليوم.